السلام عليكم مشاهدي الكرام. اليوم ان شاء الله غنصايبو لي ستيك ديال لادانت بلا شابلور ومزيان للوليدات بالاخص الاطفال. هادشي تنديرو انا على وديت الوليدات لان الوليدات تيهزمو هاد الشهيوات وخديت بيهم معاهم كوتي المدرسه لقيتها ديال القرايه ديالهم يديو معاهم. نعطيكم المقادير: كيلو لا روب ديال لي ستيك ديال لادانت، تمشي عند مول لادانت يعطيك نص كيلو ولا كيلو لا روب راه تيقطعو هو راسو. لا شابلور يمكن لك تشريه جاهز ولا تجهزو، وراه ساهل في التحضير ديالو. تنحتاجو الطحين، تنحتاجو معلقة ديال الخرقوم بلدي، سكنجبير، شوية الملحة لأنه مرقد بالملحة و الحامض و الخل و الإبزار و البيض باش نديروه. المهم أنا نوريكم الطريقة ديال كيفاش نقوموه، بقاو معايا. نديرو عطرية كيما وصفنا، نديروها كاملة لأن ديجا غتخلط. نحاول نديروها كاملة، نسينا واحد القضية هو مدرناش التومة، خصنا نحكو واحد الجريوز ديال التومة. أنا نوريهم ليكم. أو ممكن تستعملو توم بودر ماشي مشكل، الطريقة ديالي أنا التقطيعية هادي. هاهي تتهرسها مزيان بحال هكا وتهرشيها. تهرشيها مزيان وتنديرو هنايا مع لي ستيك، وتندير واحد شي شوية زيت يا شي قطيرة باش يمكننا نخلطو. كاين لي تيدير لها ربعي، كاين لي متيديرش، ماشي مشكل. كاين لي تيزيد لها المنسمات، كلها حسب المذاق ديالو. المهم نخلطوها ونرجعو. تدخل شرمولة مزيان فيهم. هما جاهزين دابا، هما داخل شرمولة مزيان، ها كلشي داخل فيه شرمولة، وبالأخص هو خصو شرمولة كي لادان كيدجاج، خصو يترقد مزيان باش كلشي يبغي، كي الكبار كي الصغار، أي حاجة تدخل لها شرمولة خصوصا في لي فولاي كاملين بصفة عامة، تيكون عندو مذاق تيتبدل اللوغو ديالو. ها هما تنخرج جوج بيضات، طحين طاح ليا هنا قبيلة ماشي مشكل تسحور، البيض، البيضة التانية،
اول حاجه تناخذوا لي ستيك تنديروه في الطحين تنمروه في الطحين ها نتوما تمروه في الطحين من بعد نديروه في البيض نديروه في لاشابلور ها بالطريقه هذه نفس ديكور غنعاودو مع ستيك ثاني نبقاو نديرو هاد العملية هاهي نمرو في الطحين مزيان ونعاود نمرو في البيض ضروري البيض يغطسو البيض مزيان هانتو نخليه يسقطر مزيان نعاود نمرو في لاشابلور هانتو نفس الشكل عاوتاني للثانية غنكمل معاكم نديرو في الزيت وتكون سخونة إيه على بركة الله هلا هانتوما بعد ما قلبتو نشوف الشكل ديالهم كي تيجي ذهب هاهو حمرت من هنا هاهو شيوا ديال الوليدات المدرسة شي خرجات العشاء ويمكن لك ديرها فران بالنسبة للناس اللي ما عندوش معلقة يمكن لهم ديرها فران ديرها في الفران إلا بغيتي ديرها في داك غير الزبدة ديرها خلاطة وكا غير الزبدة بغيتي ديرها نيشان في شوية ديرها صافي هي تجي معتبرة ومخيرة المهم هاهما تيجيو مقرمشين وبنينين هاهما تيجيو مقرمشين وبنينين نعاودو هاد الشيء تيتحمرو مزيان نعاودو نزيدو هاكاهي غير جربوهم وغيعجبوكم احنا قربنا نستهيو من عملية القلي ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله وكنتمنى تجربوهم يعجبوكم بزاف ان شاء الله يعجبوكم انا متاكد باي طريقه بغيتو ديرهم يا بغيتو تشويهم في الفران يا بغيتو تشويو يا بغيتو ديرهم في اللاطه في الفران نفس الشيء ولا تقليهم الطريقه اللي عجبتكم المهم راه بنان تجيو بنينين وغيعجبوكم بزاف ويعجبو وليدات هذا هو الشكل النهائي ديالهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم تيجيو بنان وزوينين ما تيهزوش الزيت لانهم ناشفين ها هو وبصحه وراحه ونتمنىكم ان شاء الله ديروا لنا لايك وشهية طيبه وجربوها راه غتعجبكم جربوها راه غتعجبكم ان شاء الله راه زوينه شكرا واللي عجبته يدير لنا لايك شكرا